بسم الله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أريد هنا ولا تجسسوا، ربي نهانا عن التجسس لأنه يفقد الأمن التجسس. إذا كان أركان أنت بس عيونك خبيثة باش تطلع على عورات الناس، مو مشكلة انت اكبر معه الهدم للجماعة ذيك اللي يجمعه الاسلام اتفاق على التوحيد وحسن الكلام وحسن المعاشرة وحسن الاشارة وحسن العشرة، هذا الكل يتطور بسبب تفشي التجسس. وش يعمل بنو صهيون وكلاب الكنيسة؟ يسعوا باش يبثوا في ما بقي من الأمة عناصر عموما سانكيم بطيون أنا الطابور الخامس، يعني بمال حرام يوزعوا عليهم خاطرهم عباد المال الطابور الخامس، باش ينقلوا أخبار تزيد سوءا بحال الإسلام بين النفرين. نعود إن شاء الله الرحمن.